شغالة في المجال ده بقالي 15 سنة. كان قبليه بشتغل في الجس بوك والجيرب برضو خاص بالعرايس. وجي على بالي اتعلم حاجة لفتة نظري قوي ومش عارفة بتتعمل ازاي، ومش عايزة ألجأ لحد ومش عايزة حد يعلمني. انا دايما عنادية ومصممة على حاجة بعملها الحمد لله. فاتعلمت الهربيس والتاج، بس مش على طول التاج. يعني انا بقيت ابص على حاجات جاهزة عند اي محل بيبيع اكسسوارات العروسة، وحاطه في دماغي ده ممكن يتنفذ ازاي. طب ده بيجيبوا له الحاجات بتاعته منين، الخامات بتاعته منين. اخدت ال 15 سنه دول فحت وردم بقى، معرفه وغلطات ومش عارفه سعر ومش عارفه ابيع فين، وخايف على حاجتي حد ياخد مني الفكره، فاكره كاني مثلا ما حدش بيعمل حاجه غيري انا، لان ما كنتش بقلد حد. يعني انا بمسك الحاجه وهعمل رسمه، برسمها في خيالي وهعمل الطلعة ديت وهعمل كده تطلع مش زي ما انا عايزة، لاني مش عارفة الخامات دي بتتجاب منين وايه خاماته، يعني ايه خامات، ما كنتش عارف حاجة خالص. بدأت بقى انزل اتفرج على الحاجات ديت، الخامات بتاعتها فين، اسأل لحد ما عرفت انها بتتباع في الحتة الفلانية. وبعد ما بتتباع وبتتعمل في حاجة اسمها طلة، ولازم تكوني عارفة ذوق الناس، لان الناس ذوقها مختلف. لو ما كانش في اذواق مختلفة كانت برت السلعة زي ما بيقولوا. اعمل حتة عجباني قوي ما تعجبش حد تاني، اعمل حتة بسيطة وسيمبل وما ابقى مش راجع عنها تتخطف. فمن هنا عرفت ان لازم يبقى في اذواق تحترم، سواء ذوقي او ذوق اي حد تاني. مش كل الناس بياخدوا حاجة زي بعضهم، مش كل الناس بيعرفوا قيمة الحاجة. اعرف الاقي حاجتي بتتباع عند مثلا حد معروف والمحل ده، ادخل انا عايزة اقول انا اللي بعمل الحاجات دي، فادخل اسأل الاقي اسعار مهولة تتباع باسعار مهولة. ازاي ده جالي على هو قاعد مكانه والحد عنده، انا اللي تعبانة وانا اللي شقيانة وانا اللي عناية اتمققت فيه. ازاي انا نفسي اوصل للعروسه دايركت، نفسي اوصل يبقى عندي محل، نفسي كل دي امنيات في خيالي ما كنتش عارفه اوصل لها. 15 سنه مش عارفه اوصل لها، لحد ما موقف معين رجعني مكسوره الخاطر. فابني قال لي مش هتطلعي تاني، ابني محمود قال لي مش هتطلعي تاني تبيعي لمحلات ولا اي حاجه، انا هاخد حاجتك دي اصورها على النت. بجيب البضاعه بلضم بعمل فروع وبجمعها، على ان كانت تاج بيبقى على شاسيه فاضي زي ده كده، ان كان هربيس سايب زي هنا بعمله على الحديد نفسه، باخد المقاس وبطلعه دوت. لضمت الحديد بتاعه فاضي، وعشان الخامات ديت المظها غالي وما هواش ليه مكان للتلضيم بيتلزق، وبعد ما جبته وطليته لزقته كل الخامات اللي انا عايزه الزقها. اختيار العروسه بيبقى حسب وشها، في وش مدور صغير وفي وش مليان وعايز حاجه تبقى على قد الماليه بتاعته، وفي عروسه طويله وفي عروسه قصيره حسب زوجها اطول منها او اقصر منها او طول بعض، بتاخد حاجه مسح خالص كده ما تبقى لهاش لا تطولها عن عريسها ولا تاثرها، بيبقوا طول بعض. ده هربيس ملهوش ارتفاع بس بيتحط بيبقى شكله جميل جدا. القصيره بتاخد تاج يطولها زي التاج دوت، ده تاج ملكي. وبعمل كمان تاج هندي ليه سلاسل بس ما اسعفنيش ان انا اكون مجهزاه. ده تاج ملكي بيطول العروسة وهي مع الكعب كمان، بتبقى طول العريس او مناسب طولها وبيمشي في كل، ودوت برضو حلو بس ده لسه ما اتطلاش، مرحلة الطلة اللي هي بتوصله للمعة دي، ده خلص بس لسه ما اتطلاش. مفيش حاجة اسمها مفيش شغل، تدوري انت بتعرفي تعملي ايه وتعملي ايه. معكيش رأس مال على فكرة، الـ القروض بتاعت المشاريع الصغيرة دلوقتي مفتوحة،
يجربوا ويخشوا البنوك ويشوفوا رأس مالهم. هو ده ما فيهوش رأس مال، حاجة بسيطة يعني 1000 2000 جنيه بس. بس وانا بدي كورسات تتعلم وتشتغل وتنتج، وانا عليا بيع. انا بقول لهم انا عليا مساعدتكم في البيع، زي ما ببيع حاجتي ايديك تبقى نظيفة وحاجتك نظيف وشغلك نظيف، وتمشي على الطريقة اللي انا بعلمك بيها، وهعرض لك شغلك معايا.